شيء جنوني وغير عادي. نيمار تمكن من تحقيقه نتيجة رائعة. تشافيز يستحق الإشادة على ما قدمه في مباراة اليوم، بالتأكيد الفوز يعزز الثقة أكثر ويؤكد. اليوم لدينا فريقان بنفس الشغف ونفس الطموح ونفس الأحلام. على أرضية الملعب تصبح المنافسة قوية بسبب كل هذه الآمال والطموحات الكبيرة. جماهير تعطي المباراة أيضا قيمة كبيرة وأجواء مصاحبة تجعل من السباق أهمية كبرى. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. نيمار لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. يا إلهي خطة الجزاء، هذا هو الهداف. وهذه دي ماركو على تنفيذ الخطأ. أظن الحكم نيمار الكرة ملعوبة إلى الأمام في الوقت المناسب. يتدخل رونالدينيو غاوتشو، يلعب كرة على اليسار. يبعثر أوراق المجموعة. هذه هي المحاولة الأولى في الشوط الثاني عبر القلب بتمريرة طولية. واضح أن المدرب بدأ ينوع اللعب الآن. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. تشاوميني، دي بروين، دفاع صلب لا يمزح ابدا. لمسه على اليسار. تمريره جميله. مرت الكره واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. جيمس كرة تخرج إلى ركلة ركنية. جنوب أفريقيا وركنية أولى في اللقاء. كافو، كرة جميلة. رومينيجي كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. رايس ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. ممتاز في التمرير. تدخل جميل واعتراض أجمل. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. تشاوميني يلعبها ببراعة. المتابعة موجودة. أكيد محاولة أخيرة تخيف الخصم، تخلي الفريق يكتسب ثقة أكبر ويحاول عودة في النتيجة. يلعب كرة على اليسار. اللاعب يتغير الآن، كرة للجهة المقابلة. جواو كانسيلو يلعب كرة بينية والآن لديه فرصة. التسديد الآن، الكرة تضرب في القائم وترتد. جنوب أفريقيا عليه استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل، لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس الدقائق الأخيرة. نمبر 10 مارادونا، نمبر 21 ميسي، كومينغ أون ذا فيلد. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كرة تعود للخلف.
تشالهانوغلو. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية، يوم للنسيان. الفريق كان بحاجة إلى الفوز اليوم، تمكن من تحقيقه نتيجة رائعة. تشافيز يستحق الإشادة على ما قدمه في مباراة اليوم، بالتأكيد الفوز يعزز الثقة أكثر ويؤكد أن الفريق قادر على تقديم مباريات كبيرة والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية. تلك هي نهاية البث اليوم، كان بصحبتكم فادي.